في الجزء الثالث من قصة حياة صالح الشاد غنحكيو اليوم ربما الأول مرة على واحد الموضوع حساس شوية. هادشي علاش كنتمنى منكم على أنه الحلقة ديال اليوم ما تفرجوش فيها مع عائلاتكم وممنوع نهائيا على الوليدات الصغار. إذا بعد الوفاة المؤلمة ديال العربي أوزيان غادي يطلبوا المعتقلين من بن عيسى الراشدي باش يسد العينين ديال العربي أوزيان ويقبلوا جهة القبلة ويقرأ عليه القرآن. من بعد ما سال العمل ديالو أجلس من كامش الليلة كاملة، وكانت ليلة مطيرة أتخلطات فيها أجواء الحزن والخوف. كان بن عيسى أول مرة كيبات مع جوتا فبلاصة وحدة، وبقى كيتسنى يخرجوا ليه الجنون في أي لحظة. دازت الأيام وخاص المعتقلين يخرجوا من حالة الحزن والكآبة، لحقاش كيف ما غادي نشوفوا من بعد على أن الاكتئاب هو أساس كل المعاناة والمرض والجنون في المعتقل. غادي يختار محمد غلول واحد الاختراع، أو بالأحرى غادي يطيح عليه فكرة زوينة بزاف، بحيث غادي يقول لهم باش كل واحد يصايب رقعة ديال الشطرنج اللي كانت كتحتاج في الأساس الخيط وبرا اللي ما كانتش عند المعتقلين، ولكن غيطوع الحارس الشربدوي وغادي يجيب لهم البرا والخيط. فالبرا والخيط كانوا محتاجينها باش يخيطوا الرقاع اللي بالبيض والكحل اللي كتكون الرقعة، وهذا الرقع ديال الشطرنج كل واحد من خداهم، كاين اللي خداهم من شي طرف ديال الثوب قديم ولا قميجة مقطعة، وطبعا ضامة محتاجة البيادق، فكيفاش غادي يصنعوها؟ غادي يبداو يجمعوا البابة ديال الخبز اللي كانوا ما كياكلوهاش وكيكركبوها وكيخلطوا معاها الصوف اللي كطيح من الغطاء القديم ديالهم. غيصبغوها بالقهوة وكيلصبغها بالزيت اللي كيشحموا بيه الحراس البيبان ديال الزنازين ديالهم. من بعد ما ولا كل واحد كيملك رقعة ديال الشطرنج والبيادق ديالو وديال الخصم ديالو، غادي يبداو يديروا اقصائيات واحد ضد واحد، والحكم كيحكم بيناتهم والمعتقلين الاخرين كانوا عبارة على جمهور. كانت الفكرة هي ان الشطرنج كيتكون من خطوط عمودية من 1 حتى 8 وافقيا بليزالفابي، فكل حكم عنده رقعة فيها البلايص اللي حط فيهم المنافس الاول البيادق ديالو، والبيادق فين محطوطين ديال المنافس الثاني، ونفس المثال عند كل واحد في المتنافسين، وحتى الجمهور كانوا كيديروا نفس العملية باش كتكون المتعة في اللعب. فمثلا اذا نقل المتنافس حشاد البيدق ديالو من رقعة الف واحد البيجوج، كل شي كيحول البيدق ديالو لهاد البلاصة في نفس الوقت. غادي تقول لي كيفاش كانوا كيشوفوا البيدق في وسط الظلام؟ غادي نجاوبك على انه كانت في السقف ديال البناية واحد الثقب، عمنين كتميل الشمس كيتسرب شعاع صغير قل من الشمعة، زادوا القوة ديالو واحد شوية، عمنين فرق عليهم الحارس الملقب ملاك تزمن مارت مرايات صغار اللي عكسوا بيهم الضوء اللي جاي من الثقب اللي في السقف، عش اللي كان كيسمح ليهم يشوفوا نسبيا يديهم. الغريب في هذه القصة هو انه كان واحد المعتقل عبقري وعنده ذاكرة خارقة للعادة، بحيث كان هو الوحيد اللي ما عنده لا رقعة ولا بيادق، كان غير بعقله كيعقل على البلايص اللي حاط فيهم البيادق ديالو، وحتى البلايص اللي حاط فيهم البيادق ديال الخصم ديالو، وكان غالبا ما كيفوز، ما عمره ما غلط، وغالبا ما كان هو اللي كيعتمدوا عليه لو وقع شي شك ولا خلاف بين المتنافسين. كانوا ربما المعتقلين كيشكوا فيه على انه كيملك رقعة ديال الشطرنج ومخبيها عليهم، ولكن غيكتشفوا قطعيا على انه ما عمره ما ملك لا رقعة ولا بيادق، منين غادي يطرا واحد التفتيش مفاجئ عام واحد من بعد، وما غادي يلقاو عنده الحراس حتى حاجة. كان الهدف من قضية الشطرنج هو المقاومة وعدم الاستسلام، كيف ما وقع لصحاب البناية الثانية. كان كل واحد عايش العالم ديالو اللي ولا كيزحف على البطن ديالو، واللي ولا احد بالدار كل شي كان كيشارك في الانشطة اليومية ديالهم باش ما يوصلوش ولا يأجلوا السقوط ديالهم في الهاوية. كانوا المجانين منهم كيعيشوا في العالم ديالهم الخاص، وهادو هما الفئة اللي قرروا يخرجوا من الواقع ديالهم ويتحروا بالعقول ديالهم، ومنهم كان ميمو الفاغوري اللي ما مسوق لحتى حاجة، اللي مات ولا مرض منفصل نهائيا على المعتقلين. حتى الواحد نهار غادي يفكر صاحبه العربي أوزيان في لحظة واحدة غادي يبدأ يغوت عليه، غادي يجاوبه صحابه على أن العربي مات شحال هادي، غادي يسولوه علاش بغيتيه، جاوبهم الفاغوري والو، غا بغيت نفكروا في شي ذكريات عشناها في ميريكان. كل شي ناقشوه المعتقلين كاع المواضيع اللي في الدنيا جبدوها، الماضي والحاضر والمستقبل، قدروا يبدعوا
قدروا يقنعوا الحراس باش يتسخروا ليهم، قدروا شي وحدين يتواصلوا مع عائلاتهم، هضروا في كل شيء الا موضوع واحد اللي كان طابو وكل شيء كيحاول يتهرب منه، وهو الغريزه. اول واحد غيكسرها الطابو هو المعتقل مونسيت، بحيث انه في واحد النهار غيخاطب كل شيء ويقول: سمعوني كاملين، كاين واحد الموضوع كتتفاداو وتهضروا فيه، هذا الموضوع اللي كيتعلق بالنساء. من نهار تعتقلنا وانتم كتفكروا غير في الماكله والمرض والموت والتفاهه ديال الحياه. واش نسيتوا على ان الذكر محتاج لانثى؟ سواء كان انسان ولا حيوان، راه النبات براسو كيخضع لهذا القانون. راه كلنا كنتعمدوا نتغاضوا على هذه الغريزه الانسانيه. المعاشره احساس ما عندوش مثيل. شنو رايكم في هذه الهضره؟ طرد تقول المعتقلين بالضحك، ومن تم رد عليه السعودي: سول المزوجين اللي ولفونا سجوج في الناموسيه، اما احنا العزارة غير مره وما عندناش تجربه ديالهم. اخذ الزمولي الكلمه وقال: انا كانوا عندي بزاف ديال الصحابات، ما كنتش كنعس بوحدي حتى ملي كنت عزري، والبنات موجودات في القنيطره، راه كنت مصاحب حتى في لاباز ديال ميريكان. جابوا واحد بمكر، ايوا هادشي كان شحال هادي، ولينا دابا واش لقيتيش التعويض؟ رد عليه الزموري: غالبا ما كنلقاش مشكل، لحقاش كنبقى نتفكر داكشي اللي دوزت، وفي الليل كنستحلم وكنشبع الرغبات ديالي. الدخل الصفريوي اللي كان عزيز عليه بحال هاد النقاشات وقلب مزاح: هادشي اللي كان ناقصنا في تازم مارت، غير طات المساجين مراض وجيعانين وموسخين. بصراحه خاص يتعاد النظر في القانون اللي كيحرم السجين من النساء، لحقاش هاد المنع ماشي انساني. بصراحه كان شحال هادي كنطيح بزاف ديال البنات، وكيفاش ما يكونش الراجل دون جوان فاس اللي فيه البنات بحال الملائكه. غادي يختم كلامه ويقول: كنعيش دابا في حلامي والامراض ديالي بلا ما نفكر في حتى حاجه. رد عليا مونسيت: وشنو كتحس تجاه هاد الحرمان؟ رد عليا الصفريوي: انا ما بقيتش كنفكر بحال هاد الامور مني وليت كنشوف القيح كيخرج من الصوره ديالي، ومنين كنسمع الانين ديال صحابي المرض كنسخط وكننسى الوجود ديالي. وعلى كل حال الا جابوا لي شي مرا ما غنقولش لا. كلشي بدا كيضحك منين سمعوا كيفاش مونسيت نهى الحوار ديالو. رد واحد من المعتقلين وقال: انا ما عنديش مشكل، حيت كنستحلم جوج حتى ثلاثه ديال المرات في السيمانه. عقب عليه الصفريوي: وانت بزاف، انا كنستحلم مره في 6 شهور وقيلا ما بقاش في يدي. غادي يبقاو السجناء في الاخذ والرد حتى غادي يقول مونسيت: بصراحه خاص نهتموا بالجهاز ديالنا باش ما نتصابوش بالعله. سولوا واحد من المعتقلين بسذاجه وقال: كيفاش نديرو وحنا بلا لوز بلا ذراع غنمي لا مخ العظم؟ جابوا مونسيت: كنتمنى تكون كتعرف كيفاش تصاوب الكفته. رد عليها: عجب الكفته الهضره. رد عليها مونسيت: دابا تعرف، قولوا لي الاخوان، واش عندكم شي حبوب في الجسم ديالكم؟ بدا كلشي كيغوت بالاجاب. قال لهم مونسيت: واخا، باش يمشي الحبوب ويبقى الشغل خدام خاصكم مرات باش تخرجوا داكشي وما يتجمعش في العمود الفقري، ولا راه ما غيبقاش في يديكم وغتعماو وما تكتروش منه، ولا راه غيفشلوا ليكم الركابي. سولوا واحد منهم: واش انت كدير هادشي؟ رد عليها: ما عنديش مشكل، حيت هادي نصيحه ديال الطبيب. غيعرضوا بزاف ديال المعتقلين واعتبروا على ان هادي فعله خايبه بزاف وعمل ضد الطبيعه الانسانيه وعمل شيطاني كطيح من كرامه الانسان وحرمه الاسلام لدرجه انها ابشع من الخيانه الزوجيه. رد مونسيت: انا متفق معكم الا كان الوضع عادي، ولكن حنا دابا في وضع خاص، خصوصا للناس اللي ما كيستحلموش. سولوا الفقيه ديالنا الماكوتي. كان الماكوتي متبع الحوار من الاول ورد في الحال. راه حتى في الوضع ديالنا كيتحرم الاستمناء والعقوبه ديالو هي الاعدام، وكل من كيمارس هذه الفعله فهو ماشي مسلم. وعلى كل حال انا بعدا ما نديرهاش حتى الا كان مباح في الظروف، وحتى الا تصابيت بالعجز ولا العمى.
اعترفوا بعض المعتقلين اللي كانوا قلة على انهم كيديروا هذه المسألة خوفا من العجز وضعف البصر وخوفا من العقم، خصوصا انهم كانوا باقيين صغار ومازال ما تزوجوش. سنة 1981 كان صفري وحالته تدهورات بزاف ومرض، وكان بالكبير هو اللي كيعاونه بعد ما طلب الحراس عليه. واحد نار بالضبط في ابريل غادي يدخل عنده بالكبير باش يعمر ليه الماء بحال ديما. ادخل عنده بالكبير وقال ليه: صباح الخير الصفريوي، عندي ليك واحد الخبر زوين بزاف، عندي ليك رسالة وواحد طرد اعطاهم ليه شوي بيني. وبالمناسبة نسيت ما قلتش ليكم على ان المعتقلين تمكنوا باش يجندوا ثلاثة ديال الحراس اخرين اللي هما شوي بيني والملقب بالحمامة وفلاش، ولكن واحد ما عرف الاخر. اتفاجأ الصفريوي وقال ليه: واش كتضحك عليا؟ فين عمري نتواصلت مع عائلتي؟ ما عمري رسلت ليهم شي رسالة من نهار دخلت لهاد الغار، راه غير شي غلط وقع. رد عليه بالكبير: راك غلط، راه المرسول ما كيعرفكش، راه الام ديالك هي اللي ربطات الاتصال بيه، وراه سولني على سميتك وقنيتك وفين كتسكن وسميت الام ديالك. اتفاجأ الصفريوي وتخلطات الفرحة بالخوف والرهبة، وبدا كيفتح الطرد والرسالة، القاع علب ديال لي زونتيبيوتيك والفيتامينات والمقويات وراديو صغير بأربعة ديال الحشرات. بعد ما خوات الظرف غادي يطلب من صاحبه باش يقرا ليه الرسالة حيت ما بقاش كيشوف مزيان. هنا غادي يضحك بالكبير وغيقول ليه: واش ما كتشوفش الظلمة؟ شنو غنقرا ليك؟ راه مستحيل تقرا هنا، تسنى ينعكس الضوء من الثقب ديال السقف ونقرا ليك. لا، جاوبو الصفريوي، عافاك اقراها دابا، راه ما نقدرش نصبر، تسنى، راه مازال محتفظ بواحد الوقيده فسلمها ليا الحارس من بغيت نقتل العقرب، قطع طرف من قميجتي وصايب منه شمعة. وفعلا هادشي اللي دار بالكبير، شعل الوقيده اللي زادت الزنزانه كابه وبدا في القرايه ديال الرساله. فاس 25 مارس 1981، ولدي العزيز عبد العالي، انا امك الحاجة زبيدة. غير بدأ بالكبير في القراءة وجهش الصفريوي بالبكاء والنحيب اللي عاد حتى بالكبير اللي ولا كيقرأ وكيبكي معاه. ابني العزيز، لم أتوصل منك بأي خبر منذ 8 سنوات، لقد بحثت عنك في كل مكان ولم أفقد الأمل. ذات مساء بعد الصلاة التقيت بسيدة عند الخروج من المسجد، وبعد دردشة قصيرة عرفت أنها والدة القبطان بالكبير الذي يوجد معك، وعرفت أيضا أن ابن عمها زوج ابنة قريبتي، وتعارفنا وقد استطعت بفضلها أن أرسل لك الدواء. أما النقود فقد خبأتها في كبسولة دواء دون علم المبعوث. أطلب من الله أن يحفظك ويرعاك ويطيل عمري حتى أراك. إن الله رحيم بعباده، ورغم أني محاطة بأبنائي وبناتي فإنني أفكر فيك دائما. من مور هذا الحدث غادي تتحسن حالة صفريوي بزاف، اللي ساعدوا الأمل والمقويات اللي جاوه من عند الأم ديالو باش يتشافى. ولكن هنا غادي تبدأ فتنة أخرى بين المساجين. صالح الشهد هتوصل بالأدوية مرة أخرى ورسالة من زوجة ديالو، وغادي يخبرهم على انها قدرت توصل عند الملك وراها كدير مجهود مع السلطات باش توصل للمعاناة ديالهم، وغادي يقول لهم على اللائحة ديال الدواء والطريقة ديال التوزيع ديالها. وهنا غادي يبدا النقاش من جديد في هذا الموضوع. بدات الاحتجاجات وغادي ينوض منصيت وغيقول للمرسولين الحمامة وشويبيني وفلاش باش يوقفوا الاتصالات ديالهم حتى يلقاو حل للمشكل ديالهم. وفعلا غادي يطلبوا من حشاد وكاع اللي كيتوصلوا بالدعم باش يشريوا الدواء اللي ما عندهمش، ويربطوا الاتصال من خلالهم للعائلات ديالهم. وفعلا غادي يقبل صالح حشاد وكاع المعتقلين بهذا القرار، لدرجه ان المرسول الحمامه ولا كيجيب لهم السكر كل 15 يوم وربعة ديال التمرات كل شهر وهنريس كل شهرين وبكي ديال الفرماج كل 3 شهور. ولكن ما دامش هذا الامتياز اكثر من 6 شهور، احنا دابا في 13 يوليوز 1982، في عز رمضان حوالي 2 ديال الليل، الحراس كيفرقوا السحور بقيادة لجودان شاف المرعب بندريس
اللي اللحظه اللي غيهز راسو غيشوف حيفي اللي فقد العقل ديالو كيمد الميمون الفاغوري شي حاجه. غادي يتوجه الحارس بالزرب عندهم وغيطلب من ميمون يعطيه داك الشيء اللي خدا من عند حيفي. غيتفاجئ من غادي يعطيه ميمون الفاغوري مجله. غاوت بندريس على الحراس وقال اجي وتشوفوا خدمتكم الزينه، مجله عندي في المعتقل، هادو ولاو عندهم المجلات والممنوعات وحنا مسايقين خبار. شكون عطاكم هاد المجله؟ ما عرفناش، جابوا المعتقلين. دخل الحارس مولاي عليه وقال ما تعيش مع مراسك منا جدان، هادو راه حماق ما غيعقلوا على والو. رد عليه بندريس الا كاين شي حمق راه هو انا، يلا سدوا عليا البيبان والصباح انا غنشوف مزيان هاد القضيه هادي. هاد سد الباب ديال الحديد بقوه كتصم الودنين، وبعد لحظه ديال السكوت غوت واحد من المعتقلين واش ما علمناكمش، يلا حريوا على وجوهكم دابا ووجدوا ريوسكم. يا قلنا لكم راه الكتب والمجلات غتجيب لنا المشاكل، ياك عيام ما ينصح فيكم منصيت والطويل وغلول. وبدا كلشي كيهضر، كاين اللي لام الماكوتي حيت هو اللي عطى المجله للرفيق ديالو اللي فقد عقله، وبداو كاع المعتقلين كيحاولوا يخزنوا اي حاجه عندهم. اما الصباح دخل بندريس ومعاه كل من ساجن شاف سعيد ولا جودان مولاي علي، وفي يديهم المصابيح. عبداو بالزنزانه الاولى ما لقاو فيها والو، اما بالكبير فلقاو عنده كميه كبيره ديال الحوايج، راديو، كتب، مجلات، الكراتن ديال الفرماج، حجرات ديال الراديو، ادويه. وهكا غيجمعوا من المعتقلين كميات كبيره اللي كيعتبروها ممنوعات في تازمان مارت، وهما كيفتشوا الزنازين ديال المعتقلين غيقربوا لزنزانه حشاد اللي غيهضر بهدوء وبثقه وغيقول هادشي اللي كديروا فيه راه ماشي انساني وخدمه ديال الكفار. غادي يرد عليه السارجن شاف سعيد وغيقول ليه انت بعدا انا اللي غادي نتكلف بيك. هاد الكلمه خلت حشاد يستعد مزيان لهاد الحارس. وصلوا الحراس اخيرا الاغنى واحد في تازمان مارت، الزنزانه رقم 29، زنزانه صالح حشاد. كان صالح حشاد وجد الخطه ديالو وواقف كيتسناهم. أدخل بندريس ومولاي عليه للزنزانة ديالو، فتشوها قنت بقنت، قلبو سفاها على علاها، ما لقاو والو. أما السرجن شاف سعيد ما رضاش على أنه حشاد ما يلقاو عنده والو، وقف قدامه وبقى كيشوف فيه. رد عليه صالح حشاد نفس النظرات، العين في العين، ولكن حشاد برود وبهدوء. زاد عنده الحارس وبدا كيقلب ليه في حوايجه، فين ما كانت شي تنية ولا بلاصة غليظة كيقلبها. حتى غيطلب منه باش يحيد سروالو. امتات الحشاد بلا نقاش، قلبو وفلاه ما لقى والو. غادي يطلب منه مرة أخرى باش يحيد حتى السليب ديالو اللي كان صنع خاص من صالح حشاد. نفذ حشاد الأمر، ولكن هاد المرة غيقول ليها ولكن الساجن شاف سعيد شنو غنديرو بالحشمة؟ واش انت بهاد الموسطاش هذا تبارك الله ودير يديك فا وبلا ما تحشم؟ ما جابوش الحارس وكمل التفتيش ديالو، وما بقى الا البلاصه المحرمه، وكان عارف حشاد على انه ما غاديش يتردد باش يخشي يديه. وهادشي علاش حشاد حط 100 درهم كطعم، وفعلا القى الحارس 100 درهم. افرح وغوت على الحراس وقال اجي وتشوفوا، ماشي قلت لكم راه حشاد ما فيه ثقه؟ لو كان شاف 5000 درهم، نص مليون سنتيم، تروى في هذاك الوقت اللي قدر حشاد يدوزها قدام عينيه بلا ما يشوفوا الحارس بواحد الخطة جهنمية. صالح حشاد كان حاط 5000 درهم في التبان ديالو، لما طلب منه الحارس ينزع سرواله فهو كان رابط السروال بحبل من جهة الكعب ديالو. لما طلب منه الحارس في المرة الثانية ينزل التبان ديالو، شد التبان باليد اليمنى ودفع بالفلوس في السروال. وهكا منين غادي يهز السروال ديالو فالفلوس ما غاديش تطيح في الارض. دخلوا الحراس لزنزانه هاد السجين اللي باقي الصدمه والجرحه ديالها عميق في النفس ديالو. دخلوا الحراس هزوه فتشو بين فخاضو وحطوه في بلاصته مره اخرى، حيت هاد السجين مشلول تماما من العام اللي فات. منين اتفقوا باش كلشي يكون عنده الحق يرسل رساله لعائلته واللي غادي يقدر الحارس يوصل ليهم، هاد السجين
هو محمد الغالو. محمد الغالو غيستغل الفرصة وغيرسل رسالة لواحد ولد عمه كان مسلفه 1000 درهم سنة 1970. كان الغالو تقريبا من سنة 1978 عبدا كيلقى صعوبة في الحركة حيت جاه الروماتيزم من البرودة ديال الماء. كان كيبقى النهار كله هو كيخشي يدو في الثقب ديال الطواليط باش يخرج واحد البونجة دخلت وسدت المرحاض ديالو، هادشي اللي خلى الواد حار ولا كيفيض على برا. على كل حال عبقى كيتسنى الغالو الرد ديال ولد عمو وكيتسنى الفلوس اللي غتعاونو بزاف باش يعيش في شازما مارت، وحتى اللي مرسلهاش ليه كاملة يعطيه غير شي حاجة باش يقضي. وفعلا جا المرسول ولكن ما جابش رسالة ديال ولد عمو. سولوا الغالو على ولد عمو، عليه الحارس على ان ولد عمك راه ما بغى يعطيك والو وجرى عليا وقال لي باش ما نجيش عنده مرة اخرى. كانت الصدمة قاصحة بزاف على الغالو اللي طاح بنوبة عصبية او كثرة الفقصة. اتعوج الغالو وطاح وبدا كيبكي وكيغوت بصوت حاد قبل ما يسكت في الاخير منين سخف وطاح وفاش ناض لقى راسو مشلول وغيبقى مشلول للابد. محمد الغالو من مواليد سنة 1949 باقليم بولمان. محمد الغالو ما يمكنش ما تجبدش السيرة البائسة ديالو في المعتقل وانت كتحكي على تازمان مارت. اولا الدرامية اللي فيها من شاب وسيم اللي غيتحول للهيكل العظمي وحتى اللقب اللي تعطى ليه ايوب تازمان مارت، ومنين تعطي المثال بالعذاب اللي عاش مع المرض وتقارنه مع العذاب اللي عاشه سيدنا ايوب عليه السلام بالرغم من ان الاسقاط طبعا ماشي في قاع النواحي، ولكن هذا اللقب كيبين على انه عاش عذاب اليم وفعلا غيعيش سنوات طويلة في العذاب الاليم. ناض محمد الغالو لقى راسو مشلول الا يد وحدة اللي بقى كيحركها، ولات هاد اليد هي يده وهي رجله. كان ملي كيبغي يتقدم للباب باش ياخذ الحصة الهزيلة ديالو من الاكل كان خاصو يزحف بهذيك اليد حتى للباب. كان حشاد اولا وطويل من بعد غادي يعطيوه المقويات والمضادات الحيوية ولكن ما غادي تقضي فيه والو. الغالو حالته غادية وكتسوء، ما بقاش يمشي للمرحاض وسنوات هو كيخرج على حوايجه وبكثرة النعاس على جهة واحدة اللحم ديالو هرا وطاب والعضومة ديال القفص الصدري ديالو ولاو كيبانو. عيا الغالو بالمضادات وطلب من رئيس وغلول باش يتوسطوا ليه مع المرسول باش يجيب ليه شي دواء من عند واحد العشاب معروف تفيلالت. فعلا غادي يقبل المرسول الحمامة بعد ما خد الفلوس باش يجيب ليه الدواء اللي غيتوصل به الغالو بعد شهر واحد. الدواء كان عبارة على 84 عشبة مخلطة بالعسل والتمر والسمن. كانوا السجناء ما عمرهم ما شافوا الغالو من غير اللي خدموا معاه في أهرم أمه. غيطلب حشاد وشي معتقلين من الحارس باش يخليهم يدخلوا عنده باش يعاونوه. غادي يقبل الحارس غادي يحليهم الباب ديال الزنزانة وهما كيتسناو ويشوفوا إنسان، فإذا بهم كيشوفوا كومة من العظام فيها الروح وبوجه اللي تشوه بعد ما كان جندي وسيم وبعينيه اللي دخلوا في راسه كيحقق في شكون اللي دخلوا عنده على الضوء ديال الشمع الكئيب اللي شاد في يده، ولكن ما عرف حتى واحد. وقفوا السجناء كيبكيو من هول المنظر مصدومين في هذا المشهد اللي ما عمرهم ما شافوه في حياتهم. غيتقدم الرئيس اللي كيعرفو مزيان وغيسولو الغالو واش عرفتي شي واحد فينا؟ جاوب الغالو بالنفي. دخل حشاد وقال ليه سلام الغالو واش نسيتي وجبات السرعة؟ انفاجر الغالو وضحك وقال ليها ما بقيتيش حشاد اللي كنعرف، وليتي كتشبه لهداك اللي كيسوق الكروسة في الفيلم ديال سالومبو. بداو كيزيدوا عنده اللي ما عمرهم ما شافوه، كلهم ساكتين وعينيهم خارجين بحال منومين مغناطيسيا كيف ما وصف محمد الرئيس. منين شافوا الجسد ديالو كلهم تقبل التقرحات اللي دازت عليه. اتقدموا عنده بعض الرفاق بالدواء وتاخر صالح حشاد باش يطرح واحد سؤال على محمد الرئيس. الرئيس انت اللي كتعرف الغالو قبل المعتقل، وصفوا لي كيفاش كان. جاوب الرئيس بعد تنهيده لا إرادية وقال الغالو كان وسيم بزاف، شعره كحل، سنانه بيضين،
اللي كيخليه ابتسامته زوينه بزاف. رد عليه حشاد تزم مارت ردو راجل دميم، وإلى قدر لينا وطولنا في هذا المعتقل غادي نوليو اكثر من الغالو. غادي يستمر الغالو على الدول الجديد اللي جابوا ليه لمده 3 شهور، حتى لواحد النهار غادي يغوت غلول على المعتقلين هو فرحان. عايزو تشوفوا الغالو، عايزو تشوفوا المعجزه. جاوا المعتقلين وما تيقوش عينيهم. الغالو جالس على طريقه القرفصاء وبالدارجه مقرد على رجليه كيحرك يديه كيف ما بغى. جابوا لي عصا وبدا كيحاول يوقف بوحده، وفعلا وقف وبدا كيزيد خطوه خطوه بحال خطوات أرمسترونغ فوق سطح القمر. خطوه صغيره وبسيطه الانسان، ولكن كبيره وملحميه للغالو وصحابه. كل شي فرح وحسوا المعتقلين على انهم انتصروا انتصار عظيم على تزمن مارت، وتبت لهم الغالو على انهم يقدروا يرجعوا من ضعف للقوه بالعزيمه والاراده والايمان القوي. ولكن الفرحه ما غاديش تطول. الحارس الحمامه المرسول ديال الغالو غادي يغادر المعتقل على غفله، وغادي ينقطع الدواء اللي كان كيتعالج به الغالو. تحبط مره اخرى وتحبطوا معاه المعتقلين، وانهارت العزيمه ديالو، ورجع الغالو للوضع البئيس ديالو. ومن هنا بدا الغالو كيموت عرق بعرق. والغريب هو ان المعتقلين اللي معاه ما عمرهم سمعوا الغالو كاينين من الالم. كان كيكتم الالم ديالو في صدره باش ما يحبطش الاصدقاء ديالو. لحقاش مجرد انك تشوف حالته كافي انك تنهار وتستسلم وتتحبط وتتلاشى. ما عمرهم سمعوا ليه صرخة الم، ما عمرهم سمعوا تنهيدة ديالو. بعد ما بقاو فيه العظام وما بقاش كيقدر يقاوم البرد وهلكات الاعصاب ديالو، الاصوات اللي كيصدروها الحراس وهما كيسدوا البيبان ديال الزنازين الثقيله اللي كتدمر الخلايا ديال المخ. ولا الغالو كينتظر فقط الموت، كينتظر فقط النهايه. وفي واحده من الليالي الحاره ديال الصيف اللي كتولي فيها الزنزانه بحال الفران، اللي ناعس واللي سهران كيرتل القران واللي كينين واللي كيبكي، في لحظه واحده غادي تسمع غوته خلات حتى اللي ناعسين ينوضوا من البلايص ديالهم بحال المسعوقين. هزات هاد الصرخه الكيان ديالهم وارتعدت ليه الفرائس ديالهم. ما كانت هاد الغوته الا غوته محمد الغالو اللي طاح من فوق السرير ديال السيما اللي حطوه فيه اصحابه. طاح الغالو المشلول من فوق السرير وتخبط بحال الحجر مع الارض. قبل ما يطيح غوت الغالو الوداع يا اصدقاء. عياهم يغوتوا ليه اصحابه، ولكن الغالو ما بقاش كيهضر. عبدو المعتقلين كيضربوا في البيبان وكيغوتوا على الحراس. دازت نص ساعه قبل ما يدخلوا الحراس للبنايه. فاش دخلوا لقاوه طايح وسط الماء اللي تدفق من السطل اللي حداه. ما قدروش الحراس يدخلوا عنده من شده الريحه الكريهه اللي كتخرج من الزنزانه ديالو. طلبوا من بوحيده وغلول والشاوي باش يهزوه. غوت واحد الحارس جديد في المساجين وقال لهم جايبيننا في نص الليل على ود محابس يطاح من الضلا الحماق هذا. ردوا عليه السجناء هذا راه بنادم وبشر، انت راك مسلم راه خاصك تعتقو. رد عليهم الحارس واش ما قدرتوش تتسناو حتى للصباح؟ علاش هاد الغوت كامل على محابس مشلول؟ جاوبوا واحد من المعتقلين هذا راه مشلول 18 عام، الا خليناه للصباح في هاد الماء راه غيموت. جاوبهم الحارس انا راه شفت شحال ديال الناس كيموتوا قدامي، اكلوهم الضباع ماشي غير نتوما اللي كتموتوا. بالرغم من قساوه هاد الحارس الا انه الحارس اللي قبل منه خلى واحد ذكرى جميله في قلب السجناء. هاد الحارس هو مولاي علي. واخا كان واعر ولكن فاش بغى يخرج داز عند المعتقلين واحد بواحد، عنقهم عناق حار، ومنين وقف قدام الزنزانه ديال الغالو اشعل شمعه قرب منه عنقت عنيقه طويله وبدا كيجش بالبكاء وكيطلب منه المسامحه. اسمح لي يا خويا الغالو على كاع الالم اللي تسببت لك فيه. في البدايه كانت على عيني الغشاوه، ومنين بديت كنصلح راسي مع الاسف غادي نغادر المعتقل. وداعا اخويا الغالو، اسمح لي بزاف واغفر لي اي ذنب درت معاك. عبد الغالو والحارس كيبكي، وانتقلت العدوى ديال البكاء عند كاع المعتقلين. في لحظة هدنة وصلح بين الجلاد والمعتقلين.
وفي 3 يناير 1989 أصبح قمة البرد، دخل بوحيدة باش يعطي للغالو القهوة والماء، ألقى عليه التحية وقال صباح الخير الغالو. ما جاوبوش الغالو، عاودها مرة أخرى ما تلقاش الجواب. غوت مرات ومرات على الغالو ولكن لا جواب، لا حياة لمن تنادي. كان الجواب الوحيد اللي تلقاه هو الصمت. زعزعو مزيان بالجسد المنهك ديالو لعل وعسى يفيق. قلب الجسد ديالو، ألقاه بارد، برود ماشي عادي، لعل هذا هو برود الأموات. خرج بوحيدة كيبكي وكيغوت، جاءوا الحراس طلبوا من الحشاد يتأكد من موت الغالو، وفعلا أكد صالح الحشاد على أن الغالو مات. توفى الغالو بعد سنوات من الألم والمعاناة، بلا ما يغوت ولا يشخي ولا يتنهد ولا ينين ولا يبكي.